مرض الأنيميا من أخطر الأمراض. النسبة اللي عندنا اللي هتشوفوها في التقرير 40%. متخيلين 40% من الشعب المصري عندهم أنيميا، واللي عنده أنيميا بيشعر بنهجان، بيشعر بضعف عام، حاجات كتيرة جدا ممكن تكتشف إنها فيك وإنت ما تعرفش إنها فيك إلا لما تعرف إن جات لك عشان عندك أنيميا. قد إيه هذا الموضوع خطير. وعشان كده الحملة دي بدأت، وعايز أقول لكم إحنا بندعو ومستمرين في هذه الحملة. إن شاء الله إحنا هنكمل، هنروح العشوائيات، هنروح قرى، هنروح أماكن كثيرة جدا في إبلي، وبعدين ننتقل لبحري عشان هنعمل تحاليل. ومعانا شركة محترمة جدا اللي هي الشركة الراعية للمنتج اللي بياخدوه. وبعدين الدواء النهارده بتاع الأنيميا بقى حاجة لطيفة جدا، شوكولاتة، يعني حاجة طعمها كويس، بتاكله بترفع لك نسبة الحديد أو الهيموجلوبين في الدم. الحقيقة الحملة دي جت في وقتها، لأن مع وجود نسبة 40% أنيميا في مصر، ده معناها إن احنا نص الشعب المصري تقريبا عنده فقر دم. يعني هيلاقوها منين ولا منين؟ تعالوا نشوف التقرير عن هذه الحملة المحترمة. بكلية الآداب بجامعة عين شمس أقيمت احتفالية لتدشين حملة شابات وشباب بلا أنيميا بحضور كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا موسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سوزان القليني عميد كلية الآداب بالجامعة، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس. أتذكر زمان على أيامنا اللي كان فيه إعلانين صغيرين، إعلان الأستاذة العظيمة كريمة مختار وإعلان الأستاذ محمد رضا لما الجفاف والبلغاريسيا، وبالإعلانين دول دخلنا كل البيوت من أول أسوان لحد اسكندرية، والناس بقت فاهمة تعمل إيه. للأسف أنا مش محتاج في الأنيميا لمليار دولار عشان أعمل معمل أجيب فيه دواء فيروس سي، أنا ما بعالجش إيدز ولا بعالج فيروس سي، أنا كل اللي محتاجه حديد يمتص ويخش على الدم. الحمد لله رب العالمين، لذلك شركتنا نجحنا في تصميم اول مكمل غذائي ولله الحمد، وجاءت نتائج مبهره سجلناها الحمد لله جوه مصر. وبعد النتائج المبهره طلب لاول مره في العالم تسجيل دواء صنع في مصر جوه انجلترا. الغامق قوي ده، دي بلاد ما عندهاش لا قدره تصنيعيه، اسواق موجوده مفتوحه مستنيه اللي يخش ياخدها. قاره افريقيا كلها مستنيه، هتلاقي لون مصر اخضر فاتح شويه ان احنا عندنا قدره تصنيع ان انا اقدر اصنع واقدر ان انا اعبي ادويه. النهارده لما نيجي نقف ونقول ان انا محتاج معمل قيمته نص مليار عشان ادفع على منتج 300 مليون دولار، هل الدوله تستطيع انها تسبورت حاجه زي كده؟ هل السعوديه بكل الريسورس بتاعتها تستطيع؟ الفكر نفسه اللي احنا بنطبقه لازم يتغير، لازم الشركات بتاعتنا ترجع تاخد مكانتها تاني وتكبر، ويبقى عندي جزء من فائض الارباح احطه في الابحاث. الابحاث والتطوير زي العمود الفقري للانسان، لو انا ما عنديش ابحاث ما عنديش صناعه دواء. تم الحمد لله ان هم طلبوا مننا ان احنا نرجع لقاره افريقيا من وزاره الصحه ومن مجلس الدفاع. رحنا افريقيا، عملنا نجاحات فوق الوصف، رؤساء الجمهوريات اللي شافوا المنتجات المصرية رحبوا بينا بشدة.
المصريين عملنا حاجة جديدة، بقينا رواد في مجالنا، احنا الوحيدين اللي في الدنيا اللي صنعنا حاجات بتعالج الانيميا. مصر فيها 16 مليون طفل عنده انيميا و7 مليون شاب عنده انيميا. الحملة إلى توعية طالبات وطلاب الكلية والجامعة بخطورة الأنيميا وتأثيرها السلبي على التحصيل والاستيعاب الدراسي، وتقديم التوعية اللازمة من جانب المتخصصين لتغيير المفاهيم الخاطئة عن مرض الأنيميا والتي غالبا ما تروج للتقليل من خطورته. ليه بالأخص اخترت مجال الأنيميا دكتور الإطلاق حملات؟ ومن فترة بادئين، كان الأول في جامعة عين شمس وفي محافظات، فعايز أعرف ليه بالأخص اخترت الأنيميا. احنا طبعا اخترنا الانيميا لعدة اسباب. السبب الرئيسي ان مصر فيها نسبة انيميا نسبة كبيرة جدا. اعراض مرض الانيميا اعراض صامتة، فهو مشاكل الانيميا كبيرة جدا، لان اهم حاجة فيها ان المرض صامت، محدش بيعرف ان الولد عنده انيميا الا من كفاءة الولد. اذا اكتشفنا ان الاطفال مثلا اللي بيعانوا من الانيميا ما عندهمش قدرة على التحصيل، يعني بيبقى قاعد في المدرسة مش فاهم المدرس بيقول له ايه، مش قادر يتجاوب مع اصحابه، مش قادر يلعب، فالمرض نفسه خطير جدا. هو واحد من اسباب الكبيرة للتقزم، واحد من اسباب كبيرة لكل امراضنا. المشكلة مش في بس المرض، المشكلة كمان ان نسبة الانيميا في مصر كبيرة. يعني عندنا 16 مليون طفل في مصر بيعانوا من انيميا، عندي 7 مليون شاب في مصر بيعانوا من انيميا، عندي ما يقرب من 700 الف حالة حمل تعاني من الانيميا، ودي مشكلة كبيرة خالص. الست الحامل عندها انيميا مشكلة كبيرة. عندي 4 سيدات بيموتوا يوميا انها دخلت تولد وعندها نسبة الهيموجلوبين اقل من 10. المشكلة كبيرة جدا ومحدش واخدها متصدر لها، فاحنا الحمد لله خدنا على عاتقنا الامر دوت، وبعدنا نعمل حملات في كل الجامعات المصرية، بدأنا نعمل حملات بنوعين.